أصدر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قرارين وزاريين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات الأثرية الكلاسيك، فيما تضمن القرار الوزاري الثاني تحديد الرسم الخاص بتسجيل هذه المركبات. نعم، هذا وقد أكد الرائد خالد بوغيس رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور في نشرة سابقة أن استصدار اللوحات المميزة للسيارات الكلاسيكية اختياري مع إمكانية نقل الرقم من سيارة خاصة إلى سيارة كلاسيكية بشرط عدم وجود الرقم على سيارتين. هذه القرارين هما مكملين لقرار صدر في سنة 2021 ينظم عملية تسجيل السيارات الأثرية أو الكلاسيك، بل أضاف مميزات أخرى على هذه القرارات، يعني اللي هي اللوحات، كان إصدار لها لوحات مميزة مختلفة عن باقي اللوحات تصدر لباقي السيارات. طبعا من الأمور التوضيحية اللي حابين نحن من خلالكم نوضحها أن العملية اختيارية، ايضا تنظم هذه القرارات من ضمن الاجراءات ان تخصيص نفس رقم التسجيل المخصص للسياره الخاصه، يعني هو نفس السياره رقم السياره الخاصه بامكان ان يوضع على سيارته الكلاسيك، سواء يعني سياره او الرقم محفوظ عنده او حتى مملوك له او حتى مركب على سياره خاصه ويريد ينقله، بس بشرط انه ما يكون مكرر على السيارتين، اختيار يا السياره الكلاسيك او السياره الأثرية.